السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم في مصر وارتفاع جديد وكبير لأسعار الذهب اليوم. الذهب العيار ال 24 ب 2314 البيع، 2285 الشراء. الذهب عيار 22 سجل 2121 البيع، 2095 الشراء. أما الذهب العيار الواحد وعشرين الأكثر مبيعا في مصر ب 2025 البيع، 2000 جنيه الشراء. أما الذهب عيار 18 سجل 1735 البيع، 1714 الشراء. الذهب عيار 14 سجل 1350 جنيه البيع، 1333 الشراء. أما الذهب عيار 12 سجل 1157 البيع، 1142 الشراء. أما العيار التسعة، الذهب عيار التسعة 897 البيع، 857 جنيه الشراء. أما الجنيه الذهب، الجنيه الذهب ب 16200 البيع، 17385 الشراء. أما أنصة بالدولار الأمريكي، مرتفع الأنصة 1980 دولار البيع، 1978 دولار الشراء. كده الذهب فيه ارتفاع النهاردة هوت عن امبارح. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل ويعطينا لايك كمان عشان نستمر. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.